مرة أخرى لست متأكدا تماما لأن الكثيرين ليسوا متأكدين من الآن عما إذا كان يقترب أكثر من منهج إدارة بوش وفهم بوش مع تفاهم بوش مع أريل شارون في عام 2004 أن المستوطنات الكبرى القريبة من خط 1967 سيتم تضمينها في المستقبل داخل دولة إسرائيل وكانت هذه أكثر فلسفة المتبعة منهم. أعتقد أن ترامب يقترب أكثر من هذه السياسة، أدركنا ذلك في تعليقه لبنيامين نتنياهو عندما اقترب منه وقال له أنت تعلم ذلك وطلب منه أن يتمهل في بناء المستوطنات، ولكني أعتقد أنه يقترب أكثر من فهم إدارة بوش فيما يتعلق بالمستوطنات أنها ليست لا تساعد على حل الدولتين ولكنها لن تمنع إسرائيل من بناء المستوطنات الكبرى.